والله بعض الناس عنده مشاكل مع نفسه، ولذلك ظهر الظاهرة ما تسمى بظاهرة إيش؟ الانتحار. اللي عنده مشاكل مع نفسه ينتحر ولا ما ينتحر؟ يزم علي واحد قبل مدة يقول لي شيخ سليمان طفشت مليت الحياة ما لها طعم، قلت حط عليها كاتشب. قاعد يضحك، قلت نكت يا شيخ تضحك، قلت لا والله ما ضحك يا أخوي، أنا الآن وصل عمري فوق 50 والله حياة أنس انبساط، أروح مصر أنبسط، أروح المغرب أنبسط، أروح سريلانكا، أروح الصين، أروح دول الغرب والشرق، دول العرب والغرب واستانس انبسط. ما أذكر أني حتى يقول لي واحد في إحدى المطارات يقول لي سليمان أنا عارفك تردد على المطار 20 سنة، 20 سنة ما شفتك معبس دائم تضحك، أنت تعاطى شيء؟ تعب عليك مطوع يا أخوي، تعاطى شيء عيب عليك مطوع، دائم فلك دائم رفع. قلت وش عندي يا أخوي؟ إذا تعايش تعايش سلمي مع زوجتي مع بيتي مع فريجي حتى مع أقرب الناس لي.